صنعه البحر يقدم رساله حق العالم حق الناس، يقدم اكلات شعبيه بحريه. اليوم ما رجع على اخوه بحريه، حي الله بالكويتيه. وردينا ردينا لكم بعد رده من البراح للظلام، لازم نغير من البر من البحر للبر، من الوضاح للظلام. هي هاي الطبخات الشعبيه، ما بكل على لون واحد، لا الاوليين شقاي يطبخون على صرايه زمان اول في المحامل، تدرون المحمل اول مركب اول بوم الاول شو اسم المطبخ ماله، يلا شو اسم المطبخ اللي في البوم، اذا كان البحار او الطباخ بيقول انه خذوا او يطبخ انا رايح المطبخ، لا يقول وين فلان، قال فلان عند الصريدان، الصريدان هو مطبخ البوم، البوم او المحمل مطبخه اسمه الصريدان. فاول بعد نفس العمليه ايهم ليل ايهم نهار يطبخون غداهم، لكن العشاء عاد عشاء السفاره غير، من تسلم الشمس الربع تعشوا. انا مسافر في بوم عارف ما بيت الميرزة، راح طلع من خور وكار رايحين الكويت عشاء اهل البحر من تسلم الشمس. المهم طبعا نتكلم على البحر لان نحن في طلعه بحر ونتكلم كل شيء يخص البحر، نقول كنا نطبخ اليوم بالظلام نبنى سالفه البحر، ان البوام اول ما فيها المراكب فيها اضاءه، اما البوم العادي ما في اضاءه في الصريدان على فنر على ولعه الضوء. المهم اليوم اكلتنا شو؟ الربيان. طبعا الربيان اسم عامي ما في بعد الا في مصر ومنك يسمونه كمبري كمبري بمبري، المهم نحن نسميه ربيان، كل الخليج ربيان. الربيان طبعا في صالونه في ناشف في برياني، انا اليوم بسوي برياني الربيان، بس ولا بد ان من الربيان الاول ينغلي بعد، ونفس النغر ونفس الطبخ نفس النغر ونفس الجشيد الربيان نعقه، احنا نقول نعقه وانتم الكويت تقولون نغله، والسعوديه والبحرين والدول والخليج ما ادري عاش يقولون. المهم هذا نزلنا الربيان في الماء الحار الحين، بسم الله الرحمن الرحيم، وحطي عليه الكركم. وين صار الكركم؟ هذا الكركم بحطي على الكركم والعيش الابيض الشيلاني، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكركم شويه، اعطوني شوي بصل، اعطوني بصل، ايه اعطني بصل، ليش؟ عشان زفارته. بصل عشان ريحه الربيان، البصل يقطع هذا. اعطوني جرفه يابسه، وين جرفه؟ الجرفه ما حصل جرفه براي لومي اسود، ما حصل جرفه ابوي عندوك، تعالوا القف القف القف، دقن ما حصل جرفه لومي اسود اللي يسمونه انت لومي صحاري، لان البصل والجرفه انتم تسمون دارسين طبعا الكويتيين، نحن اسمه جرفه، فتقطع السهج، والله عاد السهج بعد بالكويتي انا ما ادري شنو الزفاره، الزفاره تسمونه يمكن زفاره، اي احنا نسميه السهج، احنا الحين مترجم والله العظيم. ها الحين هذا بس عن زفاره الربيان. المهم الحين يطبخ الربيان، على ما يطبخ الربيان ويلين الربيان بنتقل الى شو؟ حشوه الربيان. العيش تيار، هي ابي تيار ايش تم معلوم تيار كاهي بالهندي، يعني العيش جاهز اوكي اوريدي، بس الحين عاد لازم عشان اختصر الطبخه، وانتم بعد نفس الشيء شلوا الربيان على شوله ثانيه وردوا على ويش ويش، عاد هاي كلمه باطنيه واصلي من خور فكان انا قريب ويش، وعن ويش يعني ليش. المهم ف يا سبحان الله البصل يقول يطلع على طوله ويرد على محصوله، لابد لو تتثقف ما تتثقف لسانك يبه يبه الاصليه، قلت ويش يعني متعود على ويش. المهم فالحين الربيان خلاص انا بطلع بنقل الجدر وبسوي شو؟ بختصر وقت حشوه الربيان، على ما يلين الربيان خلاص يلين الحشوه جاهزه،
فاصل وخلكم عند التلفزيون لا تسيروا بعيد، اني ما بطول. حياكم الله. طبعا الدهن العداني شيخ الاكل، ايه بدونه ما يصير. ايه خلصت منه كل طبخة تختلف عن طبخة. شوفوا بعطيه هاي المكونات هذا الحين، هي شوف احرقها، شوف هي الربيان يبغي له بعد خلط، هي شوف شوف احرقها بالهذا اول بادي، هي لان هذا يصن ويرن ريحته البهار. نعم حمره من عقب واعطيه ناقع، شوفه البصل اسوي الحمسة الربيان استوى وما مستعين، الجو غيم ونطبخ على راحتنا. لا تستعجلون دومكم الطبخة عطوها حدها، ما بدا دا 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 دا. شوفوا حمتين اشتغل من الخمس الله وكيكم اربع ونص ثلاث ونص اربع ونص بعدنا اذن العصر واذن المغرب والحين بيأذن العشاء واحنا على نار هادية. ايه التعصب مو زين، يعني تنفعل يصير عندك طق في المخ انفجار، والجدر نفس الشيء ضاعت الطبخة. عطه على نار هادية هو مرتاح وانت مرتاح، والعيلة من الشيطان وفي العيلة الندامة وفي التأني السلامة، وخلونا ويا جدر السلام. دق لي اربع لوميات دقهن اربع، ايه كسرهن طبعا هاي كسبرها، ايه هذا مصالة شو على الشبك مصالة احنا نسمي مصالة، وفي ناس اوقات تعلمنا على كلام الهنود والله العظيم، هي الحشوة حشوة الربيان. كل واحد بعد له طريقة، احنا ما نجبركم، بس انا كطباخ هاي طريقتي، وانتو يمكنكم طريقة احسن مني انا بعد. فالحين اشوفوا الربيان او النغر اللي هو الختاق او الميدم اللي سويناه اسمشت المشوايه الحمد لله اسمشت المشوايه اول ملح وسمكه وعيش ابيض ما في زياده. الاول الحياه ثانيه، ماكو جمعيات مليونين الف نوع من الابهار اللي من افريقيا واللي من الصين واللي من الهند الحين 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 الدنيا كود مقود. اول مساكين العالم اللي عند زمان الاول اللي انا بعد لحقت شويه الدهن هذا، هذا الدهن هذا العمه تعطي مرت الولد في قفشه تشيل ما في حياه. الحين اليوم اليوم هيل بلا تشيل، معنى شو هيل بلا تشيل؟ هو الهيل
بالحبتين ثلاث قناد للقهوة. احنا نقولك لا هيلن بلاشل. الله يعز حكوماتنا ان شاء الله ويعز خليجنا ان شاء الله، عايشين في رفاهية في نعمة الحمد لله رب العالمين. اللهم لا يغير، قولوا آمين. الحين أنا حمار تشوف بعدي ما نزلت البهار إلا لما نزل عيشه الربيان. يبوا لي قطيين صلصل من داخل. انزين الحبايب ردينا، هذه حشوة الربيان، وهذا اللومي الأسود، وهذا قويطي معجون حتى أن شوية تحمر. وهذا الربيان شفتوا ايش قال؟ شفتوا ايش كيف؟ طالعوا كمبري، يسمونه كمبر دراني. شفتوه بحر طلعه، بحر طلعه. لازم نغني لهم بعد، جايين درب طويل. انزين شفتوا احنا طالعوا في ذمة، شوفوا ما بزيد عليكم وانقص والف ولا وال... لا لا شفتوه هذه الطبخة الولايتية واويلا. شفتوه هذا برياني الربيان. خلص من هال تاع عندك يا ود، وين هذا؟ اعطني واحد. وين الثاني بعد؟ المهم بسم الله الرحمن الرحيم، اعطني الجدر الثاني. وين الجدر؟ هذا الجدر. هذا الجدر. وارجع الى العيش، انا جاهز العيش بحطي في قاعته، وهذا لازم قاعة الجدر شوية دهونه على الخفيف عشان ما يعلق. شفتوها هذه في قاعة الجدر، لأن إذا طلعنا الضمعة خلاص. شفتوها جبت الربيان الحين هذا وانثره. شفتوها في بطن، شوفوا 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 شوف. وين نثرته؟ في بطن الجدر. ورديت عليه بعد وينه؟ من لاسين عيش. خلص من هذا من لاسين عيش، غطيته. شفتوه غطيته بالعيش. والعيش الثاني هذا وين اودي بعد؟ في الجدر؟ لا هني. شفتوا خلط ملط خلط ملط. شفتوا خلط ملط ايش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توب توب يا بحر وينك يا طلعة بحر، توب توب بحر وينك يا طلعة بحر اليمعه، طلعة بحر واليمعة طلعة بحر، والساعة هنتين ييبهم والله لا ييبهم، الساعة كم؟ ثنتين يوم الجمعة طلعة بحر.